اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية، وجه دلوقتي ميعاد فقره الطقس. هيئه الارصاد الجويه تتوقع انه النهارده الطقس هيكون شديد الحراره على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقيه وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وهيكون حر على السواحل الغربيه. اما بالليل فالجو هيكون معتدل على كل الانحاء. دلوقتي مشاهدينا خلونا نطمن على الظواهر الجويه ونسب الرطوبه مع دكتور منار غانم، عضو المكتب الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه ليندا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا دكتور. بدايه، ايه ابرز الظواهر الجويه الموجوده معانا النهارده، وايه النصايح اللي حضرتك ممكن توجهيها للمواطنين، خصوصا وان درجه الحراره في القاهره النهارده بتوصل ل 38؟ بالفعل احنا مستمرين في موجة ارتفاع درجات الحرارة اللي ابتدأت من الامس. بالامس سجلنا عظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، اليوم متوقع تكون 38 درجة مئوية. احنا معظم الكتل الهوائية اللي بنتأثر بيها الكتل الهوائية الجنوبية الشرقية مع امتداد المنخفض الجوي، فطبعا مع زيادة كمان نسب الرطوبة الطفيف في الجو، مع كمان زيادة فترات سطوع اشعة الشمس، العوامل دي كلها بتجعل الطقس خلال فترة النهار شديد الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية فيما عدا طبعا السواحل الشمالية اللي هي أغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط. الطقس بيكون حار خلال فترة النهار. خلال فترات الليل أجواء معتدلة تماما على كافة أنحاء الجمهورية، وإحنا كنا نوهنا أن الموجة دي هتبدأ بالأمس وهتنتهي يوم السبت المقبل. يمكن ذروة ارتفاعات درجات الحرارة اليوم الخميس ويوم السبت المقبل إن شاء الله، دولت أعلى أو يمكن أكتر يومين هنسجل فيهم أعلى درجات حرارة على مدار الموجة كلها اللي هي مدتها 4 أيام. بالإضافة كمان إن احنا خلال فترات المساء وتحديدا مع ساعات المغرب ودخول ساعات الليل، الساعات الأولى من الليل، بنلاحظ وجود نشاط للرياح. نشاط الرياح ده بيقلل نسب الرطوبة في الجو، فبالتالي بنحس بالأجواء المعتدلة خلال فترة المساء على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، طبعا مناطق من سواحلنا الشمالية، بعض المناطق أحيانا من شمال الصعيد. بالإضافة كمان إن احنا خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل بتتكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. هي شبورة مائية طبعا خفيفة تتلاشى فور سطوع أشعة الشمس، ما بتأثرش على حركة المرور، لكن طبعا بتأدي لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية. متوقع استمرار هذه الأجواء إما نشاط رياح أو حتى ارتفاعات درجات الحرارة ليوم السبت المقبل إن شاء الله. يوم السبت هتكون ذروة الارتفاعات أيضا، واللي فيها العظمى هتوصل على القاهرة الكبرى ل 39 درجة مئوية خلال فترة النهار. محافظات جنوب البلاد يمكن كمان درجات الحرارة أعلى من كده، بتوصل ل 44 درجة مئوية خلال فترة النهار. فالفترة دي ارتفاعات نسب الرطوبة وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس هتخلي درجة الحرارة المحسوسة اللي المواطن هيحسها كمان في الشارع أعلى من القيم اللي احنا بنقولها مع حضراتكم، لأن القيم اللي احنا بنقولها هي درجة الحرارة المقاسة. فعشان كده النصيحة المهمة في ظل ارتفاع درجات الحرارة أو حتى في الفترة المقبلة، لأن احنا خلاص داخلين على فصل الصيف، يفصلنا تقريبا حوالي 11 يوم عن فصل الصيف وبداية فصل الصيف اللي هيبتدي 21 يونيو. الفترة اللي جاية دي كلها بقدر الإمكان نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة فترة الظهيرة من الساعة 12 الظهر للساعة 3 العصر. الفترة دي اللي بنسجل فيها أعلى درجة حرارة على مدار اليوم كله، فبقدر الإمكان نتجنب أشعة الشمس في الوقت ده. لو أنا موجود في الشارع ومضطريت أبقى موجود في الشارع، يبقى دايما معايا أي حاجة تحميني من أشعة الشمس، غطاء للرأس الشمسية أو كاب. بالإضافة كمان إن احنا نتناول قدر كافي من السوائل والمرطبات. ثقافة إن إزازة المية تبقى موجودة في إيديا ده شيء مهم جدا خلال الفترة اللي جاية، هيساعدني على تناول قدر كافي من السوائل. نرتدي الملابس البيضاء، الفضفاضة، القطنية، بالإضافة كمان إن أبقى دايما موجود في أماكن جيدة التهوية، ده شيء هيساعدني في عدم الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة. طبعا المناطق الساحلية حالة البحار معتدلة تماما، تسمح بأعمال الأعمال البحرية وأعمال التنزه، لكن نخلي بالنا برضه من فترة الظهيرة وفترة أشعة الشمس الضارة خلال فترة من الساعة 12 للساعة 3. إن شاء الله الدنيا تعدي بسلام إن شاء الله ليوم السبت. من يوم الأحد الموجة دي هتنكسر إن شاء الله وهتنخفض درجات الحرارة. الانخفاض اللي هو هتشهده البلاد بداية من يوم الأحد اللي هي بتتراوح من 4 ل 6 درجات المفترض، إيه سبب التقلبات في الأحوال الجوية الفترة دي؟
هو طبعا السبب الاساسي هو اختلاف التوزيعات الضغطيه بين امتداد المنخفضات الجويه اللي بتاثر علينا والكتل الهوائيه القادمه من على الصحراء، فده بتؤدي لارتفاعات درجات الحراره، واحيانا كمان الكتل دي بتمر على البحر المتوسط فتتحمل بكتل او بكميات كبيره من بخار الميه، او مع انخفاض درجات الحراره نبدا نتاثر بامتداد المرتفع العروض الوسطى اللي دايما مع كتل هوائيه قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط، فتكون معاها انخفاض في درجات الحرارة. واحنا خلال الفترة دي وتحديدا كمان مع بداية فصل الصيف هنبقى بين ارتفاع وانخفاض في الحرارة، بين موجات شديدة الحرارة وموجات نقدر نقول عادية زي يعني نفس درجات الحرارة لمثل هذا الوقت من العام، بسبب تأثرنا بامتداد المنخفض اللي بيبقى موجود في شرق البلاد او حتى المرتفع الأزوري، فهي توزيعات تغطية بتختلف من يوم ليوم. طب الضغط المتوقع درجات الحرارة هتكون 35 ولا هتكون كام بداية من يوم الحد والحد كام يوم اللي بعد كده؟ خلينا نقول ان انخفاض درجات الحراره ان شاء الله اللي هيبدا من يوم الحد اللي جاي هيشمل الاول المناطق الموجوده في شمال البلاد، السواحل الشماليه والقاهره الكبرى محافظات الوجه البحري، لكن المناطق اللي لسه موجوده في جنوب البلاد شمال وجنوب الجنوب الصعيد مش هتشمل انخفاض درجات الحراره، تظل عليها الاجواء شديده الحراره، وان شاء الله مع يوم الاثنين والثلاث هيبدا تدريجيا درجات الحراره تنخفض في جنوب البلاد ايضا، لكن زي ما بنقول انخفاض درجات الحراره مش معناه ان احنا نرجع ثاني للاجواء المعتدله او هنرجع ثاني الانخفاض الملحوظ في درجات الحراره، احنا هنعود تاني للاجواء الحاره فتره النهار المعتدله فترات الليل، الاجواء اللي نقدر نقول الصيفيه اللي احنا متعودين عليها في مثل هذا الوقت من العام، يعني احساسنا دايما هيبقى بالطقس خلال الفترات اللي جايه، يمكن في بعض الايام نشهد موجات شديده الحراره، لكن في بعض الايام او معظم الايام هتبقى حر فتره النهار معتدل فترات الليل، متوسط درجات الحراره بعد يوم الحد ان شاء الله يكون ما بين ال 35 وال 34 درجه. شكرا يا دكتور. مشاهدينا كانت معانا دكتور منار غانم عضو المكتب الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي خلونا نتعرف على درجات الحراره المتوقعه، والبدايه هتكون من القاهره والعظمى فيها بتسجل 38 والصغرى بتسجل 24، الاسكندريه العظمى 32 والصغرى 23، مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 22، سيوه العظمى 39 والصغرى 24، بورسعيد العظمى 36 والصغرى 24، دمياط العظمى 35 والصغرى 24، الاسماعيليه العظمى 39 والصغرى 24، السويس العظمى 38 والصغرى بتسجل 23. هنروح للعريش، العظمى فيها بتسجل 35 والصغرى 22، طابق العظمى 38 والصغرى 22، سانت كاترين العظمى 36 والصغرى 18، شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 27، الغردقه العظمى 38 والصغرى 28، الفيوم العظمى 39 والصغرى 22، بني سويف العظمى فيها بتسجل 40 والصغرى بتسجل 23، المنيا كمان بتسجل 40 والصغرى بتسجل 22. هنروح لأسيوط العظمى فيها 40 والصغرى 26، سوهاج العظمى 41 والصغرى 24، قنا العظمى 42 والصغرى 25، الأقصر العظمى 42 والصغرى 24، أسوان بتسجل أعلى عظمى النهارده وهي 43 والصغرى فيها بتسجل 28، الوادي الجديد العظمى 42 والصغرى 25، شلاتين العظمى 40 والصغرى 28، وأخيرا حلايب العظمى 34 والصغرى بتسجل 27. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا، دلوقتي هنرجع لها دير ومصطفى عشان يكملوا بقية فقرات صباح خير يا مصر، إليكم.